تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله يوم أمس بزيارة الحرس الملكي التابع لقوة دفاع البحرين بحضور صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين. فلدى وصول جلالته رعاه الله كان في الاستقبال اللواء الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي، والمقدم الركن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة. كما تشرف عدد من كبار الضباط بالسلام على جلالته، حيث شهد جلالته أيده الله برنامج المسابقات الرياضية الرمضانية للحرس الملكي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظكم الله، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، الأخوة الضباط، ضباط الصف وأفراد مرتبات الحرس الملكي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي في هذا اليوم المبارك يتشرف الحرس الملكي بحضوركم الكريم ورعايتكم الدائمة لليوم الختامي لمسابقة الحرس الملكي الرمضانية. سيدي خير ما نبدأ به حفلنا هذا آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا العريف أفضل عبد الله علي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. سيدي يتشرف الآن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي بإلقاء كلمة لهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى قائدنا الأعلى حفظه الله ورعاه، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، الحضور الكرام، أبطال الحرس الملكي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يسعني يا صاحب الجلالة إلا أن أرحب بكم في هذا الصرح العظيم، معسكر الروضة للحرس الملكي، مقر الأبطال، مقر الرجال،
الذين بذلوا جهودهم عالياً طوال السنة ويبذلون كل جهدهم لنيل البطولة ورفع الراية عالياً، سواء كان في المحافل العسكرية أو الرياضية أو الاجتماعية أو الأعمال الإنسانية داخل وخارج المملكة. سيدي صاحب الجلالة، هؤلاء الرجال أكبر ما في حفيظتنا في هذا المقر، هم شهدائنا الأبرار الذين ذادوا أرواحهم دفاعاً عن الدين وعن الحق. نفتخر بهم، نستذكرهم في كل أيامنا وليالينا، ونتطلع إلى نيل الشهادة كما الله رزقهم، فالله مجيب الدعاء يا رب العالمين. سيدي صاحب الجلالة، سأختصر كلمتي جداً، وعندي وصية طويل العمر من رجالكم في الحرس الملكي صغيرهم وكبيرهم، والوصية أمانة، وابلغوني طال عمرك، وحبينا نوصل لك هذه الرسالة من جنود وضباط وكل منتسبي هذه القوة. عدو الله، عدو الدين، عدو منطقتنا، عدو عروبتنا، دحرناه خارج هذه المملكة، فما بالك لو طلب رأسه في هذه المملكة؟ فبيجونك هالرجال صغيرهم وكبيرهم يتسابقون على نيل الشهادة وعلى العلم الغانم. وفي الختام يا سيدي، أهنئكم فيما تبقى من هذا الشهر الفضيل، وعسى الله يعود عليكم في كل عام بصحة وسعادة وسرور، وعسى الإنجاز حليفكم، وعسى إن شاء الله التاريخ لامع، وعسى أيامكم القادمة لامعة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ذلك تابع جلالتها المسابقات الرياضية والعسكرية المختلفة التي شارك فيها ضباط وأفراد الحرس الملكي والحرس النسائي بالحرس الملكي وعدد من أبناء الضباط، التي تهدف إلى رفع اللياقة البدنية والكفاءة العسكرية وروح المنافسة الشريفة، وتؤكد ما يتسم به منتسبو الحرس الملكي من جاهزية مميزة ولياقة بدنية عالية وروح المثابرة والتحدي. وصول أول المتشاركين في مسابقة 2 كيلو متر للضباط. وصول أول المتشاركين في مسابقة 2 كيلو متر للضباط. وصول المتشارك الثاني والمتشارك الثالث. والآن نستأذن جلالتكم ببدء مسابقة الحواجز لأبناء الضباط.
والآن سيدي تبدأ مسابقة جري التتابع 4×400 متر. والآن سيدي مع مسابقة الفك والتركيب بين كتيبة الحرس الملكي الثانية وقوة الحرس الملكي الخاصة. يبدأ سباق 200 متر. وكما تشمل نقل الصناديق الذخيرة والذي يزن كل صندوق منهم 13 كيلوغرام. سيدي تبدأ الآن مسابقة جري التتابع 4×100 متر للضباط.
انا سويت الحافل بدي الشوط هذا بس شوط واحد بالحقيقه شوط واحد اوكي سيدي. ثاني شيء سيدي ما قلت لي من المصابات اللي عندي اللي طلع فلان فلان من 400 الاول كذا كذا مع فقرة قفز الحواجز للخيل بين الخيل طرزان من إنتاج اسطبلات الملكية يمثل قيادة الحرس الملكي والخيل عيدان من إنتاج سرية المراسم الخيالة ويمثل كتيبة الحرس الملكي الخامسة والفرس سميرة من إنتاج سرية المراسم الخيالة وتمثل كتيبة الحرس الملكي 12 مع برزان من إنتاج الاسطبلات الملكية الصافرية وفي الختام تفضل جلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله بتوزيع الجوائز على الفرق الفائزة حيث فازت كتيبة الحرس الملكي 12 بالمركز الأول في مسابقة تتابع ضباط لمسافة 2000 متر فيما نالت كتيبة مدفعية الحرس الملكي 11 المركز الثاني واحتلت كتيبة الحرس الملكي 2 المركز الثالث وفازت قوة الحرس الملكي الخاصة بمسابقة جري التتابع لمسافة 400 متر وفازت كتيبة الحرس الملكي 2 بالمركز الأول في مسابقة فك وتركيب فيما احتلت قوة الحرس الملكي الخاصة المركز الثاني وكان المركز الثالث من نصيب كتيبة مدفعية الحرس الملكي 11 وفي مسابقة نقل المهمات فازت قيادة الحرس الملكي بالمركز الأول وكان المركز الثاني من نصيب قوة الحرس الملكي الخاصة أما في مسابقة الرماية ففازت كتيبة الأمن والحماية الملكية 10 بالمركز الأول ونالت كتيبة الحرس الملكي 12 المركز الثاني وكان المركز الثالث من نصيب كتيبة الحرس الملكي 2 وفي مسابقة كرة القدم فازت كتيبة مدفعية الحرس الملكي 11 بالمركز الأول فيما فازت قوة الحرس الملكي الخاصة بالمركز الثاني وكان المركز الثالث من نصيب كتيبة الحرس الملكي 2 وفازت كتيبة الحرس الملكي 12 بمسابقة شد الحبل وفازت كتيبة الحرس الملكي 12 بنهائي مسابقة جري التتابع لمسافة 100 متر وفازت سرية الحرس الملكي النسائي الفصيل الأول بمسابقة نقل المهمات للنساء وفازت قوة الحرس الملكي الخاصة بمسابقة كروسفيت للضباط فيما فازت كتيبة الحرس الملكي 2 بمسابقة كروسفيت للأفراد وحصلت كتيبة الحرس الملكي 12 على أكبر عدد من النقاط في مجموع نقاط الألعاب وقد هنأهم جلالة الملك المفدى أيده الله متمنيا لهم استمرار التوفيق والنجاح شاكرا جلالته اللواء ركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة
قائد الحرس الملكي وجميع منتسبي الحرس الملكي على ما يقومون به من واجبات وطنية سامية بكفاءة عالية وحمل الأمانة بكل ولاء وأخلاص مع إخوانهم من جميع أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين وما يتمنون به بل يتمتعون به من روح معنوية عالية ومستوى احترافي رفيع. وأشاد جلالة الملك المفدى القائد الأعلى رعاه الله بمواصلة الرجال البواسل من الحرس الملكي بأداء المهام النبيلة الموكلة لهم متكاتفين يدا واحدة مع إخوانهم الشجعان من أسلحة قوة دفاع البحرين ضمن قوات التحالف العربي في عملية إعادة الأمل بقيادة الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية وما يقومون به من مهام سامية لتقديم الإغاثة الإنسانية للأشقاء في اليمن العزيز وما يحققونه من نجاحات وانتصارات متواصلة تدعو للفخر والاعتزاز بهم جميعا. من جانبهم رفع ضباط وضباط صف وأفراد الحرس الملكي أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وقد بادلهم جلالته التهاني بهذه المناسبة الكريمة داعين الله عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة على جميع منتسبي قوة الدفاع في مختلف مواقع عملهم المشرفة داخل البلاد وخارجها مبتهلا أيده الله إلى المولى عز وجل في هذه الأيام المباركة من هذا الشهر الفضيل لشهداء الوطن البواسل بالرحمة والمغفرة وأن يدخلهم فسيح جناته. حضر الاحتفال سعادة وزير شؤون الدفاع وسعادة رئيس هيئة الأركان. أما كأس مجموع المعدل العام فكان من نصيب كتيبة الحرس الملكي 12